بارك الله فيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته اليوم الدين. انتهينا في الحلقة الماضية من سورة طه عليه الصلاة والسلام، وننتقل اليوم إلى سورة الأنبياء، وهي سورة مكية آياتها 112 آية، وفيها آية أو آيتين من الآيات المدنية، وهي مليئة بالإشارات العلمية. وكما تحدثنا من قبل، هذه الإشارات العلمية التي تتخلل رسالة القرآن الأساسية هي التي تحتاج إلى مجاهدة في الفهم من أجل حسن فهمها، لأن القرآن نزل لنا لنفهمه يعني. فالآيات المتعلقة بركائز الدين من العقيدة إلى العبادات إلى الأخلاق إلى المعاملات، آيات محكمة يفهمها البدوي في قلب الصحراء كما فهمها أستاذ التفسير. أما قول العالمين فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا تحتاج إلى جهد. أقم الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كلها آيات محكمة لا تحتاج إلى مجاهدة تفصيلية حتى تفهم. قد تحتاج شرح يعني في قضية التطبيق يعني، أما النص واضح قطعي الدلالة. الذي يحتاج إلى مجاهدة حقيقية هي الآيات الكونية التي يستشهد بها ربنا تبارك وتعالى على حقيقة ألوهيته وربوبيته ووحدانيته وطلاقة قدرته بإبداعه في خلقه. يستشهد رب العالمين بالسماوات بالأرض بالجبال بالرعد البرق المطر السحاب. هذه الآيات اللغة وحدها لا تكفي في شرحها، نحن نحتاج إلى الحقائق العلمية حتى تفهم دلالة هذه الآيات فهما كاملا. في مطلع سورة الأنبياء يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني لو علمنا أن عمر الكون الذي نحيا فيه يصل إلى 14 ألف مليون سنة، وأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من 1400 سنة، يعني ندرك أن نحن في آخر الزمن، نحن قد قربت الآخرة، فيستعد الناس لها. يعني بعثت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقدر بواحد على 10 مليون من عمر الكون الذي نحيا فيه، واحد من 10 مليون، يعني نحن في نهاية الزمن. وده معنى اقترب للناس حسابهم، يعني إفناء هذا الكون، موت كل الخلق، ثم البعث يأتي بعد ذلك، ثم العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، ثم الحساب، الميزان، الصراط، ثم الخلود في الآخرة، إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. هذا معنى اقترب للناس حسابه. يعني أما يقول القرآن أزفت الآزفة، يعني الحدث الكبير هذا إفناء هذا الكون قرب، فلا بد لكل عاقل أن يستعد له استعدادا كافيا. يقول لاهية قلوبهم، وإحنا أشرنا مرة قبل ذلك أن كل الناس كانت تعلم إلى عهد قريب جدا أن القلب مجرد ضخة للدم الفاسد تضخه إلى الرئتين حتى يتأكسد ويعود للقلب، فالقلب يعيد توزيعه على باقي أعضاء الجسم، ولو توقفت هذه العملية للحظة واحدة يهلك الإنسان. لا، القرآن بيؤكد أن القلب هو مناط الإيمان أو الكفر، مناط الحب أو الكره، مناط الاستقامة أو الانحراف. القلب له وجود في جسد الإنسان أكبر بكثير من كونه مضخ. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة
إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وكل هذه الإشارات بتعين الإنسان على الجهد من أجل تطهير قلبه، تنقية هذا القلب من أي شك، من أي شرك، من أي انحراف، من أي مفاهيم مغلوطة يحاول الشيطان أن يدسها في قلب الإنسان. طيب، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. يعني ما في أحد من المفسرين حاول أبدا أن يفسر لماذا تأتي الإشارة إلى السماء بالإفراد والجمع، وتأتي الإشارة إلى الأرض بالإفراد دائما. يعني الأرض جاءت يعني 460 مرة في القرآن الكريم كلها بالإفراد، لم يتوقف أحد. ليه؟ لماذا بالإفراد؟ وهنا يقول السماء والأرض، حتى أفرض السماء أيضا. السماء تأتي بالإفراد وبالجمع. ويمكن سبق لي أن ذكرت لحضراتكم أن السبب في ذلك أن الله تعالى خلق في الأصل أرضا واحدة وسماء واحدة في لحظة واحدة، ثم شاءت إرادته تعالى أن يميز الأرض الأولى إلى 7 أرضين قبل أن يميز السماء الأولى إلى 7 سماوات. ولذلك قال في سورة البقرة الآية رقم 29 يقول تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. كل المفسرين قالوا: هل معنى هذا الأرض خلقت قبل السماء؟ لا، الكون الذي نحيا فيه كون شديد الترابط، شديد التماسك، شديد الالتحام، لا يمكن يكون جزء منه خلق قبل جزء. يعني سمت الأرض، قال رب العالمين فقال لها ايتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. يعني الأرض والسماء خلقت في لحظة واحدة، ولكن الله خلق في الأصل أرض واحدة وسماء واحدة في لحظة واحدة، ثم شاءت إرادته تعالى أن يميز الأرض الأولى إلى 7 أرضين قبل أن يميز السماء الأولى إلى 7 سماوات. والأرضون السبع كلها في داخل أرضنا هذه. ودلنا على ذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني القرآن يقول: ومن الأرض مثلهن، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. واحتار المفسرون، هل هذه المثلية في العدد أم في الهيئة أم فيهما معا؟ هو في العدد وفي الهيئة. يعني كما أن السماوات السبع 7 كرات يغلف الخارج منها الداخل فيها، الأرضون 7 كرات يغلف الخارج منها الداخل فيه. واحتار المفسرون أين الأرضون السبع، ووضعت فروض كثيرة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في أدعيته الشريفة: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، يعني وما حملن. فالأرضون السبع كلها في داخل أرضنا هذه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سجد المؤمن وصلت بركة سجدته إلى الأرض السابعة. فالأرضون السبع كلها في داخل أرضنا هذه، 7 كرات يغلف الخارج منها الداخل فيه. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث ينهى عن الظلم، يقول: من اغتصب شبرا من هذه الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أرضين أو خسف به إلى 7 أرضين. فالحديث تعيننا أيضا على فهم الآية القرآنية فهما جيدا. فإذا جاءت الإشارة إلى السماء بالإفراد يبقى المقصود كل السماوات السبع، لأن السماء يعني الأصل الذي تمايز إلى 7 سماوات. وإذا جاءت الأرض يعني بالإفراد ليس معنى هذا أن الأرضين السبع برة هذه الأرض كما قال الأقدمون، لا، هي كلها في داخل هذه الأرض، لأنه تعالى قال: ومن الأرض مثلهن، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. وهذه المثلية في الخلق بتؤكد على وحدانية الله سبحانه وتعالى. يعني الخالق واحد، فالبناء واحد، البنية متشابهة في كل حالة من هذه الحالات. لذلك قال هنا: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، يعني في الوجود كله، وهو السميع العليم. ننتقل بعد ذلك إلى قضية ليست علمية ولكن اختلف فيها المفسرون كثيرا. يعني الآية 7 والـ8 من هذه السورة المباركة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى:
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. اختلف المفسرون كثيرا هل بعض كرائم النساء زي سيدة مريم مثلا يأتيها الوحي، يعني والوحي إذا كان لغير النبي هو الهداية، يعني ليس اتصالا من الله تعالى عن طريق ملك كما حدث مع الأنبياء والمرسلين، لا هو لديه بقول وأوحى ربك إلى النحل، وإحنا قلنا أن هذه الهداية التي أودعها ربنا تبارك وتعالى في داخل الشفرة الوراثية للنحل. الوحي إلى غير الأنبياء هو الإلهام، هو النور الذي يودعه ربنا تبارك وتعالى في القلوب. طبعا كثير مفسرين يعني اختلفوا، يعني هل ممكن المرأة تكون نبية، وهل جاء في تاريخ المسلمين يعني نبيات من النساء؟ لا، يعني الآية بتؤكد، وآيات كثيرة عندي 11 آية مختلفة تؤكد أن الوحي لم يأتي إلا للرجال، وليس هذا انتقاصا من قيمة المرأة أبدا. هو المرأة كما قلنا مرات عديدة لها طبيعة خاصة، يعني العاطفة تغلب العقل، ولذلك لا تتحمل مسؤولية التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قد تكون أذكى من الرجل وقد تكون أتقى من الرجل، لكنها لا تتحمل المسؤولية كما يتحملها الرجل. ليس هذا للتفضيل، ولكنه للتميز الذي أودعه ربنا تبارك وتعالى يعني كل خلق من خلقه. فالوحي لم يكن إلا للرجال، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. القضية في الآية السادسة عشر عفوا يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. يعني من أعظم الدلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى التأمل في السماء والأرض، يعني ربنا بيعلمنا انظروا إلى خلق الله، انظروا إلى بديع صنع الله حتى تتعرفوا على شيء من صفات هذا الخالق العظيم. فيقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. أولا هذه البينية تشير إلى حقيقة علمية لا يمكن للإنسان أن يصل إليه. البينية بين السماء والأرض، يعني الأرض بالنسبة للسماء شيء ضئيل جدا زي نقطة، يعني بالنسبة لمساحة هائلة للغاية. هذه البينية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت الأرض في وسط السماوات، وهذا ما لا يمكن للإنسان أن يثبته. القرآن يكرر هذا المعنى في 20 آية قرآنية كريمة، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، 20 مرة حتى يؤكد لنا على هذه الحقيقة أن الأرض في مركز السماوات. الفلكيين الآن يرون الأرض في طرف المجرة، يعني الأرض جزء من بناء كبير اسمه المجرة. المجرة قد تحتوي على مئات البلايين من الأجرام كالأرض، يعني مئات البلايين. طيب هي دي موجودة في طرف المجرة، كيف تكون في مركز الكون؟ يعني نحن من فوق هذه الأرض لا نرى إلا شريحة صغيرة من السماء الدنيا، وليست من كل السماء الدنيا، فنحن لا نرى كل الكون، لكن خالق الكون يقول رب السماوات والأرض وما بينهما، وهذه البينية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان الأرض في وسط السماوات. طبعا بيشير إلى إبداع الله في خلق السماوات والأرض، و يعني سبق أن أشرنا هنا أن الجزء البسيط الذي يراه الإنسان من فوق سطح الكرة الأرضية من السماء الدنيا يحصي علماء الفلك أن به ما بين 200,000,000,000 مجرة و 500,000,000,000 مجرة. مجرتنا وهي مجرة صغيرة سكة التبانة أو ضرب اللبانة فيها أكثر من 200,000,000,000 نجم كشمسنا، وكل شمس أو النجم له توابعه، كما أن شمسنا لها توابع من الكواكب والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك إلى آخره. فالكون يشهد لخالقه
سبحانه وتعالى. الكون يشهد لله سبحانه وتعالى بالألوهية، بالربوبية، بالخالقية، بطلاقة القدرة، بالهيمنة على هذا الكون كله. وهذا من مداخل الإيمان، أن الله سبحانه وتعالى له مواصفات ما يغاير صفات خلقه تماما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. يعني هذا جهد كبير يستحق أن يعترف كل عاقل بأن الذي صنعه هو رب عظيم قادر على كل شيء. ويمكن حكينا يعني كلام عدد من الفلكيين المعاصرين والسابقين الذي يؤكد على هذه الحقيقة. يعني أينشتاين وهو من العقول المتميزة في زماننا يقول إن أعظم خاطرة يمكن أن تجيش بها النفس الإنسانية هي تلك المعاني التي تنفعل في ذات الإنسان عندما يقف متأملا في هذا الكون، فيدرك أنه أمام ظلام دامس، ولكنه يستطيع أن يستشف من وراء هذا الظلام جمالا ما بعده جمال، وكمالا ما بعده كمال، وقدرة ما بعدها قدرة. ويضيف قوله، يقول هذا الموقف عندي هو موقف التعبد عند الخلائق. ويقول إن إنسانا يحيى على هذه الأرض يعني دون أن يقف هذا الموقف ولو مرة واحدة هو حي ميت، يعني معاش لم يدرك شيء من حياته. وأحد يعني ستيفن هوكينج، هذا يعني فلكي مشهور كان معاقا ولكنه كان عبقري في نفس الوقت، بيقول يعني ثبت لنا أن هذا الكون بدأ بعملية انفجار، ويقول أن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى تنافر المادة وبعثرتها، لكنه انفجار يؤدي إلى بناء يعني شديد الترابط، شديد التماسك، شديد الإحكام. والانفجار يؤدي إلى بعثرة المادة وتنافرها، لكن انفجار يؤدي إلى بناء منضبط فيه المسافات والكتل والعلاقات وسرعات الدوران، مش ممكن يكون هذا إلا بتدبير. وهذا كان أحد الملحدين يعني، ومات على الإلحاد، لكنه يقول هذا الكلام. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، إشارة لنا يعني لتدبر خلق السماء والأرض، لأنه وسيلة من وسائل التعرف على طلاقة القدرة الإلهية. يقول رب العالمين، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعني لا يتعبون لا يكلون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يعني من الشهادات لوجود خالق عظيم لهذا الكون الذي نحيا فيه أن كل من في الوجود غير الخلق المكلف، يعني في خلق يسبح الله تسبيحا فطريا، وكل خلق الله، الحجر، الشجر، النبات، الحيوان، كل الخلق غير المكلف يعبد ربه بطريقة فطرية. وهذا ليس كلاما نظريا، يعني الأمريكان الآن أثبتوا أن النبات له لغة، وأن الحيوان، كل حيوان له لغة، وأن كل هذه المخلوقات حتى الجمادات لها قدر من الوعي والإدراك والشعور والانفعال والقدرة على التعبير. فالخلق كله يعبد ربه، الخلق غير المكلف. اللي بيعصي بين الخلق المكلف، يبقى منهم من يهتدي بإرادته إلى عبادة ربه، ومنهم من ينكر ذلك، وما أكثر الملاحدة والمشركين في زماننا. يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش، رب العرش عما يصفون. يعني المتأمل في هذا الكون يدرك أن البناء واحد، يعني من الذرة إلى المجرة، من أصغر المخلوقات إلى أكبرها، من النملة إلى الإنسان، من البكتيريا إلى الإنسان، الخالق واحد، ولبنة البناء واحدة، فهي تشهد للخالق سبحانه وتعالى بالوحدانية. وهذا مدخل الإيمان الأساسي، وأن الشرك كان وسيلة الشيطان لصرف الناس عن الإيمان.
ولذلك تأتي الآيات بعد ذلك يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ونوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أهم وأعظم آية كونية جاءت في كتاب الله آية خلق السماوات والأرض، وجاءت في سورة الأنبياء. ومن العجيب أن الخلق يأتي في السورة 30 في أول الآية 30 عفوا في بدء السورة، وآية الإفناء إفناء هذا الكون تأتي في آخر السورة. والله أخوات يعني لا يمكن أن يتخيل عاقل أن هذا محض صدفة. يقول ربنا تبارك وتعالى سورة الآية 30: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ألا يكفي هذا دافعا للإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. والرتق في اللغة هو الشديد التماسك، الجسم المتماسك مع بعضه بشدة، الرتق المتماسك بشدة. ففتقناهما، الله فتقه، فصل مكونات هذا الجرم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ألا يكفي ذلك دليلا يعني يقنع كل عاقل بالإيمان بالخالق العظيم؟ والله كان لنا في مصر جار يعمل في إحدى شركات السيارات، وجاءني في يوم من الأيام وقال مدير الشركة أمريكي وله في مصر سنوات طويلة، وإذا كلمناه عن الإسلام يتكبر علينا، يعني يشمخ بأنفه، فعايز أجيبه يعني يمكن ربنا يهديه. فأخذت معايا ترجمة معاني القرآن الكريم ورحنا عند جاري هذا، جلسنا شوية وسألت الرجل: هل تؤمن بالعلم؟ قال نعم. قلت له: هل سمعت بنظرية الانفجار العظيم؟ قال نعم. قال: يمدح هذه النظرية والذين تحدثوا فيها. قلت له: إذا جئت إليك بكتاب أنزل من قبل 1400 سنة يتكلم عن هذه النظرية، هل تؤمن به؟ قال: لا يمكن. قلت له: ليه لا يمكن؟ قال: هذه النظرية لم تتبلور إلا في أوائل القرن العشرين، يعني إلى مطلع القرن العشرين كان كل علماء الدنيا يؤمنون بثبات الكون، سموه steady state universe، كون دائم الثبات، steady state universe. فلما تطورت أجهزة التلسكوبات، أجهزة رصد النجوم، فوجئوا بأن النجوم تتباعد عن بعضها البعض وعنا بسرعات تصل إلى ثلث سرعة الضوء المقدرة ب 300 ألف كيلومتر في الثانية. فاندهش، يعني ارتبكت كل معالم الفلكيين، يعني كيف يمكن أن نربط بين لنا قرون نؤمن بثبات الكون والآن نلاحظ أن النجوم بتتباعد عن بعضها البعض وعنا. فأخذت القضية دي جدل أكثر من 33 سنة، يعني الفلكيين مختلفين فيما بينهم. في سنة 1933 ميلادي تأكد للفلكيين أننا نحيا في كون دائم الاتساع، وأن الكون يتسع بسرعات هائلة، يعني ثلث سرعة الضوء، يعني بسرعة هائلة للغاية. فبدأوا يتكلموا عن توسع الكون. توسع الكون سموه بيج بانج، سموا العملية دي الانفجار العظيم. وكلمة بانج ما هي كلمة لغوية سليمة، يعني سلانج، يعني من العامية الإنجليزية. وقالها فريد هويل، هذا فلكي بريطاني كان من زعماء الإلحاد، وقالها من باب السخرية في برنامج مع البي بي سي، بيقول لهم يعني عايزين تقولوا إن الكون ده بدأ بانفجار عظيم، يعني قال بيج بانج يعني. فمشت الكلمة بيج بانج، إن الكون هذا بدأ بعملية انفجار عظيم. طب وصلوا لهذا ازاي؟ قالوا الكون بيتوسع، ولو عدنا بهذا الاتساع الى الوراء مع الزمن لابد ان يلتم على ذاته ويتكدس في نقطه ضئيله للغايه لا ترى بالعين المجرده. هذه النقطه
يعني فجرها الخالق سبحانه، هم عروج الخالق يقولوا انفجرت لوحدها، يقولوا ذات كثافة عالية وطاقة ضخمة للغاية فانفجرت، ولذلك سموها عملية الانفجار العظيم. وهذه الآية الكريمة والله يا أخوات تصفها وصفا فائق الدقة. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، كانتا شيئا واحدا متماسكا، ففتقناهما، يعني مزعنا المكونات دي وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ ألا يكفي ذلك دليلا على الإيمان بطلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق؟ من أعظم وأجمل وأوضح آيات الإعجاز العلمي في كتاب الله، لأنها تتحدث عن حقيقة لم يعترف بها الإنسان إلا في منتصف القرن العشرين. هذا الأمريكي والله وقف قائما من مقامه أو الكرسي اللي كان جالس عليه لما وريته هذه الآية، يعني وكان سببا في إسلام آية واحدة. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ وأن يقول وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد به. طب إيش علاقة الجبال بالخلق؟ العلم الآن يقول لنا أن الجبال خلقت بعد خلق الأرض والسماوات، ولذلك القرآن دايما يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد به، يعني وهذا والله يا أخوات من آخر ما توصل إليه العلماء، أن الجبال لم تخلق مع الأرض، خلقت في مرحلة تالية لخلق الأرض. فيقول وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث جميل اسمه حديث الخلق، بيحاول يقرب الفكرة لأذهان السامعين، فبيكلمها عن أيام الأسبوع، وأن طبعا الخلق ما لهش علاقة بأيام الأسبوع. يقول خلق الله الأرض في يوم السبت، وخلق فيها الجبال أو ألقى فيها الجبال يوم الأحد، يعني بيأكد على أن الجبال خلقت بعد خلق الأرض، وخلق التربة يوم الاثنين، وخلق النور يوم الثلاثاء، وخلق النبات يوم الأربعاء، وخلق الحيوان الدواب يعني يوم الخميس، وخلق الإنسان في يوم الجمعة في آخر ساعة من يوم الجمعة. وهذا ما يقره العلم الآن، يعني الخلق لم يأتي دفعة واحدة على الأرض، ولكن مر بمراحل متدرجة. وحتى يفهم الإنسان يعني قوانين الخلق فيحسن تنظيفها في عمارة الحياة على الأرض. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، يعني ورواسي ليه؟ لأن الأرض لها قشرة، القشرة دي بدأت من أرض مكة المكرمة كما قلنا هذا الكلام مرات عديدة، ونمت بفورة البراكين، تكونت قارة واحدة سميها العلماء القارة الأم أو أم القارات، فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات السبع الحالية، ومع دوران الأرض حول محورها. هذه القارات لأنها تطفو على نطاق يسميه العلماء نطاق الضعف الأرضي، توجد فيه صخور في حالة شبه منصهرة، فمع دوران الأرض حول محورها ومع جريها في مدارها كانت القارات تجري كالذي يتزلج على طبقة من الجليد. هذا الجري لا يسمح لتربة أن تتجمع، ولا لنبتة أن تنبت، ولا لماء أن يخزن، ولا لكائن حي أن يعيش، فربي ثبتها بالجبال، وقال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. طيب وجعلنا في الأرض رواسي، ثاني بيكلم صارت هي الجبال هي التي أرسل الله تعالى بها كتل القارات حتى تصبح صالحة للعمران. والميد هو الانهيار، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. مع تكون الجبال كانت تضاريس الأرض معقدة جدا، لا تسمح بالحركة على سطح الأرض لا للإنسان ولا للحيوان ولا للنبات، فرب سخر عوامل التعريه تفتت في هذه الصخور ليكون لنا التربة ويركز لنا المعادن ويشق الفجاج والسبل، والأنهار تشق الجبل إلى نصفين، الماء يعني عامل مهم جدا. فذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بتمهيد سطح الأرض، يعني الذي جعل له الأرض مهدا، يعني والمهد هو سرير الطفل، يعني
الذي جعل لكم الأرض مهدا وأسلك لكم فيها سبلا، يعني هو الذي كون ذلك. ما في فرد من بشر يمكن أن يدعي أنه هو الذي هيئ الأرض لعمران الإنسان. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. أغلب المفسرين بفسر هذه الآية سقفا محفوظا يعني أن هو حافظ للأرض وحافظ الحياة على الأرض. لا، يعني الحقيقة أن القوة التي أودعها ربنا تبارك وتعالى للإمساك بملايين الكائنات الحية على سطح الأرض يعني قوة عديدة. عندنا القوة الجاذبية، القوة الطاردة المركزية، عندنا قوة كثيرة جدا، الأشعة تصدر من النجوم يعني فيها ما يرى وما لا يرى، يعني الأشعة فوق البنفسجية تحت الحمراء، الأشعة السينية، أشعة جاما، الأشعة الكونية، الأشعة المرئية من الموجات، الأشعة الموجات القصيرة زي الميكروويف، موجات الراديو. هذه الأشعات يعني كلها تترابط مع بعضها البعض لحفظ بناء السماء. يعني السماء الأجرام فيها بعدد كبير من هذه القوى. يعني ولذلك قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، يعني حفظه ربنا تبارك وتعالى من الانهيار على الأرض. يعني لكم تخيلوا مثلا لو القمر ده وقع على الأرض يدمر الأرض، يعني نيزك صغير يعني بيجي بيبهدل الدنيا. فلو وقع كوكب من الكواكب أو نجم من النجوم يدمر الأرض تدميرا كاملا. قل وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، قل يا رسول الله ما هذه السماء؟ فيقول صلى الله عليه وسلم موج مكفوف عنكم، موج مكفوف عنكم. والعلم يقول فعلا يعني كل صور الطاقة هذه أمواج تتفاعل مع بعضها البعض لتبقي السماء سقف محفوظ، يعني لا ينهار على الأرض. والرسول صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة يقول موج مكفوف عنكم. وذلك يقول وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وأن يتبع ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. يعني يعلق صلى الله عليه وسلم على حركة الأرض أمام الشمس فيتبادل عليها الليل والنهار، ويعلق على حركة الشمس وحركة القمر ويقول كل في فلك يسبحون. وهذا الذي أثبته العلم أيضا مؤخرا أن كل جرم من أجرام السماء له مدار لا يخرج عنه أبدا، يعني يتحرك فيه بثبات، كل في فلك يسبحون. وتختتم هذه السلسلة من الآيات الكونية الجميلة بقول ربنا تبارك وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يعني الموت حق على جميع العباد، وكل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بعدين ننتقل إلى الآية رقم 44 في هذه السورة المباركة، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. كل كتب التفسير تقول الآية تتكلم عن امتداد مساحة الأرض الإسلامية بالفتوحات الإسلامية، أو انكماش مساحة الأرض الإسلامية بهزائم المسلمين، والعكس بالنسبة للكفار والمشركين. لا، الآية بتشير إلى حقيقة علمية من أخطر الحقائق. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون.
لما تقدم العلم شوية بعض المفسرين قالوا أن الأرض مع دوران حول محورها انبعجت قليلا من خط الاستواء وتفلطحت قليلا عند القطبين. الفرق ما عادتش الأرض كرة كاملة الاستدارة، الأرض زي كالبيضة، يعني أن قطرها الاستوائي أكبر من قطرها القطبي ب 43 كيلومتر. فقال بعض المفسرين لعل هذا هو المقصود بانقاص الأرض من أطرافها. بعضهم قال عوامل التعرية تبري قمم الجبال، تبري الجبال حتى تسويها بسطح البحر. قالوا لعل هذا انقاص الأرض من أطرافها. بعضهم قال لعل البحار عندما تطغى على اليابسة تنقص من مساحة اليابسة. والتاريخ يؤكد لنا على أن مساحة اليابسة اختلفت عبر الأزمنة، كانت البحار أكثر تمددا واليابسة أقل، أو البحار أقل تمددا واليابسة أكثر، وهذا بيتغير من فترة إلى فترة. لكن ثبت لنا أن العلاقة بين الأرض والشمس مرتبطة بكتلتي كل منهما. العلاقة دي ربي حددها يوم خلق السماوات والأرض حتى يعني نتلقى من الشمس كم الطاقة المناسب لاستمرار الحياة على الأرض. لو كنا أقرب قليلا لاحترقنا، ولو كنا أبعد كثيرا لتجمدنا. فربي سبحانه وتعالى من طلاقة قدرته ومن رحمته بنا أنه ثبت هذه المسافة. كيف ثبتها؟ الشمس نجم بيحترق، الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية على هيئة الطاقة ما يساوي 4.6 مليون طنا من المادة، فكتلتها بتتناقص باستمرار. إذا لم تتناقص الأرض بنفس المعدل، إما أن تبلعنا الشمس أو إحنا نبعد عن الشمس. يعني لابد أن تبقى الكتلتين متوازنتين من لحظة خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة يقول إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. وإحنا مرت بنا هذه الآية، تكلمنا عنها في سورة التوبة. بعض الناس بتخيل يعني إنه شهور 12 شهر، لا، ده معناها تثبيت المسافة من مركز الشمس إلى مركز الأرض على بعد محدد يحدد كمية الطاقة التي تصلنا من الشمس. ولذلك قال أفلا يرون، آية من أعظم آيات الإعجاز العلمي في كتاب الله، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. وجت مرة أخرى أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. سورة سميت سورة الأنبياء لأن ذكر فيها عدد كبير من الأنبياء. يعني رب سبحانه وتعالى من قبيل التشويق لنا والرحمة بنا أنه بيخليش القرآن كله أوامر، يعني بيأتي بقصص السابقين للعبرة للدرس المستفاد. فمن 25 نبي كلمنا عنهم القرآن الكريم، سورة الأنبياء فيها 18 نبي، ذكر 18 نبي من أنبياء الله، بالإضافة إلى أن الحديث كله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لن أتعرض لقصص الأنبياء، لأن احنا يمكن تعرضنا له في مقام آخر. تختتم هذه الصورة المباركة بقضية إفناء هذا الكون، وهذه قضية يعني يغفل عنها كثير من الناس. الناس فاكرين الأرض دي هي التي سنبعث منها وأن الأرض دي دائمة إلى الأبد، لا. يقول ربنا تبارك وتعالى الآية 104 في ختام سورة الأنبياء، يقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يعني إيه هذا الكلام؟ السماء يعني كل الأجرام غير الأرض، كل ما حولنا من أجرام. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. طيب العلماء يقولون الآن إيه؟ الكون بيتسع،
يتسع بسرعات هائلة تكاد تقترب من سرعة الضوء. الذي يوازن ما بين اتساع الكون وترابط الأجرام مع بعضها البعض الجاذبية. لما يتسع الكون تضعف الجاذبية. أما يأتي وقت يتساوى يعني شدة الجاذبية مع شدة التوسع أو معدل التوسع، سيتوقف معدل توسع الكون. عندما يتوقف تبدأ الجاذبية تتغلب على قوة الدفع للخارج، يبدأ الكون يتلم على ذاته فيعود إلى سيرته الأولى. يعني كما بدأ هذا الكون من نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، سيعيده ربنا تبارك وتعالى سيرته الأولى. وذلك يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يعني هذا الكلام، الكون الآن بيتوسع، قوة الدفع للخارج أقوى من قوة الجاذبية، فالكون بيتوسع. سيأتي لحظة تتساوى قوة الدفع للخارج مع قوة الجاذبية، وبعدين تبدأ الجاذبية تتغلب على قوة الدفع للخارج، فيبدأ الكون يتلم على ذاته. لما يتلم على ذاته سيلتم هذا الكون الشاسع الاتساع المليء ببلايين البلايين من الأجرام، سيتحول إلى نقطة واحدة لا تكاد أن ترى بالعين المجردة. وزي يقول: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. زي الكتاب كده ما بيضم أوراقه أو صفحاته، أو يكون عندي ورقة طويلة كالتي كان يكتب فيها الأقدمون مليانة كتابة وبابرمها على ذاتها لفها على ذاتها. يقول: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. والله يا أخوات الآيتين دول، آية خلق الكون وآية إفناء الكون، من أروع وأبدع ما يستدل به على عظمة القرآن الكريم وعلى صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آية خلق الكون جاءت في بدء سورة الأنبياء الآية 30، آية إفناء الكون جاءت في نهاية سورة الأنبياء الآية 104. الآيتين دول بيمثلوا أعظم اكتشافات علمية حدثت في القرن العشرين، خلق الكون ثم إفنائه. وأن يقول رب العالمين: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يعني إذا رب بعد ما يفني هذا الكون سيحوله إلى نقطة صغيرة كالتي بدأ منها الخلق، هذه النقطة يعيد تفجيرها، فجرها مرة أخرى تتحول إلى سحابة من الدخان. يخلق ربنا تبارك وتعالى من هذا الدخان أرضا غير أرضنا هذه، وسماء غير السماوات المحيطة بنا. والأرض الجديدة كما قلنا ستكون أضخم بكثير من هذا الوجود كله، من السماوات والأرض الحاليين، حتى تتسع للبلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم، والبلايين التي عاشت وماتت من قبلنا، والبلايين التي ستأتي من بعدنا إلى قيام الساعة. وما فضلش وقت طويل، يعني الساعة قربت جدا. فالأرض الجديدة ستكون عملاقة، يعني أرض ضخمة للغاية. والذي يقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذه الأرض الجديدة ستنسف من فوقها الجبال حتى تتسع للناس، وبالرغم من ذلك لا يكاد يجد الفرد منا يعني لنفسه أكثر موضع قدميه، زحام شديد الله يهونه علينا وعليكم، يعني على الجميع إن شاء الله. وسيكون على الأرض الجديدة ساحة العرض أمام الله سبحانه وتعالى، مساحة هائلة تسع للناس. ثم النار أجرنا الله وأجركم جميعا منها، وعليها الصراط، ومن بعدها الصراط يقود إلى أبواب الجنة. والقرآن يقول: جنة عرضها السماوات والأرض الحاليين، يعني الجنة جنة الخلد عرضها كعرض السماوات والأرض الحالية. فالخلق سيتغير كلية، وسنكون في وجود يختلف اختلافا عظيما عن وجودنا الحالي. بذلك تنتهي سورة الأنبياء، وأوصيكم جميعا بقراءتها لكثرة ما فيها من الإشارات الكونية. على الأقل عندنا 15 آية كونية في هذه السورة المباركة. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعينني وإياكم على حسن الفهم وحسن التدبر وحسن العمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين،
صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.